شهادة الأمان للووردبريس يحمي المواقع 100% من اختراق الهاكر. لا خصنا نفهموا لاش تي تي بي اس. خصك تفهم صديقي بشير شهادة لاش تي تي بي اس. عند ملي كتانستالي لاش تي تي بي اس في الموقع هذا لا يعني ان الموقع راه مسيكوريزي، يعني لي هاكر ما يقدروش يخترقوا الموقع ديالك. لا حنا كنانستاليو لاش تي تي بي اس غير باش ما يكونش هناك اعتراض للبيانات، يعني انك تتحمي داك السيد اللي بغى يدخل للموقع ديالك اكثر ما تتحمي الموقع ديالك انت. كيفاش؟ يعني واحد السيد مثلا ملي كيدخل اللوغين والمود باس باش يدخل لسباس ديالو او لوحه التحكم ديالو ولا الداشبورد ديالو ولا الى غير ذلك، فانت ملي كدير هذه المساله هذه راه غير تيتم تشفير هذوك البيانات، باش مثلا الا كان شي هاكر في هذاك الريزو ما يقدرش يعرف اليوزر نيم والباسورد. يعني لاش تي تي بي اس كيحمي الناس اللي بغى يدخلوا للموقع ماشي كيحمي الموقع. الموقع اخي الكريم كنقدروا اننا نحميوه بزاف ديال الطرق، بحال مثلا تخدم بالووردبريس خصك ديما تميزاجوري الووردبريس. انا نعطيك هي النصائح خفاف ضرب، تميزاجوري ديما الووردبريس ديالك، تميزاجوري لي بلوغين، ما تكثرش لي بلوغين، لي بلوغين ما عندك ما دير بهم حيدهم. تحاول انك بالنسبه للادمين بانل اما بدل الباتش ديالها او وكذلك انستالي ليا واحد شي بلوغين اللي كيمسحك اللي كيحميك من البروت فورسين. حاول كذلك انه دائما تحيد ليا الاصدار ديال الووردبريس، حيدو من 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 البلاتفورم ووردبريس ديالك باش ما تعرضش لاختراق عشوائي. هادو بعض النصائح اللي خفاف ظرف باش تقدر انك هذا ملي كنهضروا على انك تسيكوريزي الووردبريس. عاد كاينه المساله الاخرى ديال انك الا بغيتي تسيكوريزي السيرفر، لانك انت بطبيعه الحال تقدر مثلا يكون عندك الووردبريس ديالك مسيكوريزي ولكن السيرفر اللي عندك عيان، يقدر انه السيد لانه الهاكر ديما ما كيقدرش انه يخترق مثلا الموقع ديالك غيمشي يجيب لك الدوره. يعني غير مثلا انت مهوس هذاك الموقع في واحد السيرفر اللي فيه بزاف المواقع اخرى، غيمشي يخترق شي موقع من دوك المواقع اللي معك نفس السيرفر ومن هذاك الموقع يدخل عندك انت. سو هادو كذلك العيبات خوتي، راه ما كنتش